مرحبا بكم. تحدث العديد من الظواهر الغريبة التي يصعب تفسيرها من حولنا في هذا العالم، وفي هذه الحلقة ستشاهدون بعضا منها. هذه الحلقة ستنال إعجابكم. سلام من الله عليكم متابعي قناتها هل تعلم؟ اشتكى صاحب المنزل من أصوات مزعجة تصدر من سقف المنزل، وحين وصل عمال الصيانة صدمهم هذا المشهد. لست بحاجة لسيارة فاخرة للقيام بمناورات جميلة. رغم كل شيء يمكننا القول أنهم محظوظون بعدم سقوطهم. لقد ابتكر تقنية مثالية لتبريد الجسم. الطيران بين هذه القمم الصخرية يتطلب الكثير من الخبرة. لن يرغب أحد بالتواجد وسط هذا العدد الهائل من البعوض. أحدثت المروحية الكثير من الفوضى هنا. نعتقد أن التمساح كان عالقاً بين الأعشاب منذ وقت طويل. لم يبقى أي أثر للحذاء. شيء ما جذب الدبابير نحو هذا المنزل. كان ركن السيارات صعبا، وإخراجها من هنا سيكون أصعب. تعطلت الآلة وبقي هؤلاء معلقين رأسا على عقب على ارتفاع عدة أمتار. تم تصوير هذا المشهد أثناء احتراق مبنى مكون من 26 طابقا في كازاخستان منذ بضعة أيام. لا داعي للقلق. يؤكد العلماء أن الحيوانات لا تشعر بالذعر عند نقلها بهذه الطريقة. تاه هذا السائق وسط الأشجار الكثيفة. اكتشف الغواص مكانا مدهشا تحت الماء. Thank you.
شاحنة واحدة تقوم بنقل 26 سيارة. واثقون أنكم أيضا تتساءلون عن سبب تعليق أولئك الأشخاص بالمروحية. ما رأيكم؟ هل هي سفينة حقيقية؟ هل هم أشخاص حقيقيون أم إنهم مجرد دمى؟ عملية الهدم لم تسر حسب الخطة. من الجيد أن المنزل كان فارغاً أثناء انهيار السقف. تحول هذا الجسر إلى شلال. أمر غريب يحدث في هذه المنطقة. أرادت الأفعى أن تجرب قيادة السيارة. هكذا تعيش الديدان تحت الأرض. يحدث هذا بسبب تراكم المياه داخل جذع الشجرة بعد الأمطار الغزيرة. قد يرى بعضكم أن هذا المشهد مثير للاشمئزاز. تشتهر فاكهة دوريان برائحتها القوية، وخاصة إذا كانت الثمار بهذا الحجم. من الواضح أن درجة الحرارة داخل المبنى مرتفعة جداً. في أيسلندا يمكنك الحصول على إجازة إذا قطعت الحمم البركانية طريقك نحو العمل. لا تحب هذه الأفعى أن يتم تصويرها بدون إذن. لا ننصح من يعانون من رهاب الأماكن المغلقة بمشاهدة ما يحدث هنا. يعتقد أن دراجته المائية يمكن أن تتحول إلى غواصة. تصميم هذه السيارة مثالي. إنه مكان مناسب للاستمتاع برذاذ المياه المنعش.
إنه واحد من أجمل المشاهد التي تم تصويرها خلال العواصف الرعدية. إزاحة الثلوج عن هذا الطريق غير ممكنة بدون استخدام الجرافات وآلات الحفر. لقد نجا بأعجوبة، والآن عليه النزول من تلك القمة. رغم خطورة البرق، إلا أنه واحد من أجمل الظواهر التي قد نراها. لقد عمل لعدة سنوات ولم يعد قادرا على توليد الطاقة بعد الآن. لا أحد ينافسه في قيادة الجرافات. من الممتع تحريك قطع الجليد على سطح البحيرات المتجمدة عند نهاية فصل الشتاء. لن تشعر بالارتياح عند دخول المرحاض بعد رؤية هذا المشهد. ما فعله الحلزون هنا مثير للإعجاب. إنه حوض مصمم للتدرب على السباحة ضد التيار. ربما يكون سباقاً للدراجات المائية. يبدو أن الدراجات النارية قادرة على الطيران. مهما كانت السفينة ضخمة وقوية، إلا أنها تبقى لعبة بين الأمواج. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.